السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، مباشرة من قلب دور الصفيح مدينة تمارة، بالضبط دوار أهل الحارث. العجلة تعود ديال الجديد ديال ملف قاطني دور الصفيح بمدينة تمارة. الجديد اللي كاين هو أنه النوطيرة بدات كتعيط للناس عاوتاني على اساس باش يجيو ايغاليزيو شي وراق، يجيو باش ايغاليزيو شي وريقات باش على حساب الكريدي راه خرج ليهم، الكريدي خرج ليهم باش ايغاليزيو شي وريقات ويشوفوا واش راه يخلصوا ديال الطريطه. وهذا صافي غتكون الامور واجده بخصوص الترحيل، والناس راهم كيتسناو ساك الفرصه ديالهم، كيتسناو الدور ديالهم صراحه بالشهور. الناس بالشهور هما جامعين حويجاتهم في الكراطن، كانوا كيتمنوا انهم يمشيو قبل رمضان، لكن شاءت الاقدار انه باقي ما كاين والو لحدود الساعه. لكن اللي مهم دابا هو انه النوطيره بدات كتعيط للناس باش يصابوا الوريقات ديالهم، ايغاليزيو الوريقات على حسب الطريطه اللي غيبدا يخلصوا في الشهر، باش ان شاء الله بعد ما داز الكريدي ديالهم باش ان شاء الله الدوسي ديالهم غيكون واجد 100%. اين فوا غتبدا عمليه الهدم فغيكونوا فيها اصحاب الكاش واصحاب الكريدي في نفس الوقت. في الوقت اللي كنهضروا على ناس غير يبو، كنهضروا على ناس اللي باقين كيتسناو ويمنون النفس انهم يجي الدور ديالهم باش ان شاء الله يتحل المشكل ديال صحاب الشكايات. صحاب الشكايات اللي كيتسناو فارغ الصبر، صحاب الشكايات اللي كيتسناو الدور ديالهم، صحاب الشكايات اللي ما عرفوش راسهم من رجليهم. كيف ما قلت لكم كنتمنى والله ان السلطات المحليه دير الحل في القريب العاجل بخصوص اصحاب الشكايات، لانه كنشوفوا عمليه الهدم على الابواب واللي غتكون عمليه هدم كبيره. وكنقول دابا انا رسميا كنقول للساكنة يوجدوا راسهم الاكبر عمليه هدم، لانه علاش شهر 5 هو غيدخل بلا ما نقولوا ولا ورا رمضان ورا العيد ورا هذا ورا صافي. دابا شهر 5 شهر 6 راه المدرسه سالات كلشي ساله، فغادي تكون عمليه هدم كبيره. الناس توجد راسها على تيسا، وكنتمنى من الله حتى صحاب الشكايات اللي غادي يتعزلوا تقاد امورهم ان شاء الله باش يوجدوا راسهم حتى هما، ما تكونش واحد المباغته في العمليه باش الامور تمشي مزيان. كما كتشوفوا الناس مسكره باقي مكرفسين هنايا مع الردام مع الصابون مع الفطور مع الله يدير شي تاويل ديال الخير، ونطلبوا ربي يصاب لهاد الناس هادو حتى هما مساكن اللي كيتسناو حتى هما الدور ديال وليدهم اللي صراحه مزوج طالع في السيستيم طالع ما فهمتش انا فين خاصو يطلع باش يستافد. الله يدير شي تاويل ديال الخير، نطلب الله انه تيسر الامور وتمشي الامور على ما يرام. كما كتشوفوا احنا الان كندور معكم خطوه بخطوه في عزة الايام ديال رمضان ديال الصيام. الله يتقبل منا واياكم، ما تنساوناش من البارطاج ديالكم من التفاعل ديالكم باش ان شاء الله نمشيو معكم لابعد نقطه ونقرب لكم من كل كبيره وصغيره. فكما قلت لكم الناس ديال دوار اهل الحارث ودوار بن ناصر وسيدي محمد الشريف ولاد مطالع الغربيه وجدوا راسهم، وكذلك كنهضروا على دوار ديال الهونان. اخر براكه كانت رابت هنايا، اخر براكه كانت رابت هنايا. الله يسخر الامور كما كتشوفوا، وصراحه البنيه تحلات من هنا عاوتاني في انتظار تحلوا مشاكل ديال الاسر اخرى. كما قلت لكم الدواور اللي ذكرت دابا خاصهم يوجدوا راسهم باش ان شاء الله عمليه الهدم غتكون كبيره. وخونا هشام البطل المغربي والقصه ديالو طويله غادي نرجعوا لها ان شاء الله. نطلب الله يصاب للجميع والله يسخر الامور. كيف ما سبق وشرنا كنقولوا للناس يوجدوا راسهم، الناس اللي عندهم باش يخلصوا اكيد راه ديجا دفعوا الكاش، الناس اللي مقدوش على الكاش راهم مشاو للكريدي، والدواسة ديالهم كما قلت لكم صحاب الكريدي راه بداو الكريدي ديالهم كيخرج.
كاين عملية ديال الكريدي توقفات واحد الوقيته، عاوتاني النوطيره بدات كتعيط، فالامور غاده، الامور دابا راه غاده، نطلب ربي تيسر الامور وان شاء الله ما يكون غير الخير، والله يصاوب الجميع، الله يصاوب الجميع. فكما كنقول لكم عملية هدم كبيرة غتكون عندنا، مشروع البساتين بزاف الناس كيسولوا فين وصلت الأشغال، الأشغال في مشروع البساتين مع سوس ماجد، الأمور غادية بخير وعلى خير، السيكتور جوج وثلاثة وربعة وخمسة اعتبرهم 100% سالاو، بقى عملية الإسفلت، وستة وسبعة اللي بقاو الواحد راه من هنا ما يخرج رمضان ان شاء الله تتكون العلامات بانت ان شاء الله وتكون الامور مزيانه. با العلام با العلام، وحنا في هذه الجوله كنحاولوا نحيطوا بجميع الامور اللي كاينه، با العلام كتعرفوا باللي كيسكن هنا، با العلام اللي ولدو بحالو بحال كاع الشباب اللي ما مزوجش وعنده براكته بوحدو وبابو بوحدو، حتى كيتفاجئ انه خصو يريب البراكه وباه يريب البراكه ويمشيو في استفاده وحده، في الوقت اللي با العلام خلص الكريدي ديالو دفع جوج المليون كيخلص طريطه لمده 5 شهور وباقي باقي ما مشاش ياخذ السالوت ديالو، او الاحرى باقي ما عطاوش السالوت ديالو حتى يريب لولدو. وهنا السؤال المطروح، شنو الدور ديال الشكايات الا كان خاصو يريب اولا نلاقيه مع الولد ديالو؟ كنتمنى من الله ان هذا المشكل يتحل ونطلبوا ربي تيسر الامور. دوار آل الحارت في حلة جديدة بعد عملية الهدم ديال مجموعة من البراريك، الله يدير لي فيها الخير يا ربي، الله يصاوب. صحاب الشكايات، صحاب الشكايات فيما وليت كنشوف شي ضرب البلاد كنعرف بلي ان دوك الناس مساكن راه عندهم مشكل، عندهم اشكال، وكنتمنى من الله المشكل يتحل. فيكفي انه كاين 11 مليون وما يزيد عليها تخلص باش تمشي تسكن في واحد البلاصه اللي بعيده على البلاصه اللي انت كان كلشي قريب ليك، كنتمنى من الله ان هذا المشكل يتحل باش تسهل عمليه الهدم وتسهل عمليه الترحيل. كنهضروا على الاستفاده، كنهضروا على عقد بيع مني كتمشي تاخذ الوثائق ديالك، كنتمنى من الله الامور تمشي. كنهضروا على تمارا والسخيرات، كنهضروا على المدرسه وكل شيء حداك، كنهضروا على مدينه اللي غتمشي ليها باقي نهض فيها الصداع ونهض فيها الحرب ونهض فيها روينه كحله على حسب ما شفنا في الفيديوهات الاخرين، الحجر كيتشير من كل بلاصه ومجموعه من الامور، الناس ما طالبه شي حاجه تعجيزيه، الناس صافي ما باغا صداع ما باغا حتى شي حاجه، باغا السويريت ديالها تمشي تستقر وترتاح، لان الناس داكشي اللي وقع في الميموزه ما عرفوه حرب، ما عرفوه باش يسميوه، ما عرفوش باش يسميوه، الناس داخلين الشقق ديالهم حتى كيسمعوا الحجر كيخبط في العمارات، واحد الحاله وميموزه وخرجوا وكذا، فهذه امور غير مقبوله. فكنتمنى من الله يكفي ان الناس كيلقاو هاد العراقيل وهاد المشاكل هادو، نتمنى من الله تسهل الامور ديالهم، وكنتمنى من السلطات المحليه تاخذ بعين الاعتبار مجموعه من العوامل باش يستر مع هاد الناس هادو، لانهم مساكن باركه عليهم راه اللي فيهم يكفيهم، ومساكن تا هما خاصهم يخرجوا من هاد الوسط اللي هو مكرفص، والله يدير شي تاول ديال الخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.